عبد الله من الرياض، تفضل أخي أبو عبد الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال للشيخ. تفضل. شيخنا، فيها عندي زوجتي عمرت 5 سنوات، تلبس النقاب من الميقات إلى أن توصل الحرم، عندما تشرع في الطواف تتغطب الغطبة وتكمل عمرتها لين تحل. السؤال الثاني، خلي جاوب الشيخ، تفضل الشيخ صالح. إذا كانت امرأتك جاهلة في لبسها للنقاب، جاهلة، فإنه لا إثم عليها ولا تؤاخذ بسبب الجهل. أما إذا لبسته بعد المعرفة وبعد العلم بأنه لا يجوز للمحرمة أن تنتقب ولا تلبس القفازين، إذا كانت علمت ذلك أو سمعته أو بلغها ذلك، فإنها تكون فعلت محظورا من محظورات الإحرام، يكون عليها فدية مخيرة، إما ذبح شاة توزعها على الفقراء في الحرم، وإما إطعام 6 مساكين في الحرم، وإما صيام 3 أيام. نعم.